بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما في إطار تحضير لشهادة البكالوريا، أعزائي الطلبة، نتقدم اليوم بموضوع دعم جديد، ألا وهو السجلات. سجلات درس من الفصل الأول في المنطق التعاقبي. طبيعة الحل طرقنا إلى السجل بالقلابات دي، وإحنا في المقرر تاعنا السجلات تكون فقط بالقلابات دي، وكرر بالقلابات دي، لا يمنع أن يوجد سجلات بقلابات أخرى. في المقرر إحنا سجلات بالقلابات دي. السجل الثاني اللي نقراوه وهو كذلك سجل الإزاحة بدارة مندمجة 74198. نمر مباشرة إلى النشاطات. النشاط الأول كالتالي: ما هو اسم الطابق FA؟ انظر، ها هو الطابق FA، ماذا تلاحظ؟ قلابات دي. القلابات دي مربوطة بهذا الشكل، انظر، كل مخرج فهو مدخل للتاني. كذلك إشارة الساعة متزامنة، كل القلابات يتحكم فيها ب نفس مدخل الساعة، وبالتالي القلابات دي استعملناها في ماذا؟ استعملناها في سجل إزاحة يمين حلقي. ثاني سؤال: أكمل المخطط الزمني FA على وثيقة الإجابة. كل القلابات تمشي بنبضة ساعة واحدة. إذن هنايا السجل عندي إينيت، هاي عند الضغط على إينيت ماذا تلاحظ؟ إينيت مربوطة مع الأس مع الست، ومربوطة مع الأغ مع الكلير. دونك لا ميزا أن، مدخل إرغامي في واحد ومدخل إرغامي في صفر. إذن هنا رغمنا في صفر، رغمنا في صفر، صفر إلا كو أ في واحد، وبالتالي حتكون عندي واحد صفر صفر صفر. قمنا بتحميل أو قمنا بشحن السجل بالقيمة. ثم عند فقد إشارة إينيت، لا يوجد مدخل إرغامي، السجل يمشي بنبضات الساعة. هنا تتم الإزاحة. انظر، عند نبضة الساعة QA تزاح إلى QB، QB تزاح إلى QC، وQC تزاح إلى QD. إذن هنا حيكون ملء عمودي. لاحظ، الواحد QA راح لQB، صفر راح لهنا، والصفر لQD بما أنه حلاقي، الصفر هذا جه هنايا في النبضة الثانية. لاحظ الإزاحة نفس الشيء ونفس الشيء. لاحظ الإزاحة من QA راحت لQB، من QB راحت لQC، من QC راحت لQD، ومن بعد من QD راحت إلى QA. إزاحة يمين. نشاط 2 عبارة عن بكالوريا 2012. إذن تحكم في محرك بسجل الإزاحة. أعطالك دارة التحكم في المحرك، أعطالك مثل جدول الحقيقة للمخارج QD QC QB وQA في سجل الإزاحة المستعمل كعداد جونسون حتى تعود هذه المخارج إلى الصفر، وأعطاك جزء من جدول الحقيقة وقال لك طلب منك أكمل، يعني انطلاقا من دراستك لمبدأ التحكم في المحرك أم ثلاثة. هاهي الدارة تاع التحكم، وهنا المناولة هيكلية. الحل، لاحظ معي جيدا. إذن هذا جزء للتحكم في المحرك. درسنا احنا يا على من يقتصر على السجل، وهذه الحالة عداد جونسون. إذن في التمرين الأول رأينا أن العدادات بالقلاب سجل إزاحة هو مدخل الساعة، وقلاب QA يروح لQB، وQB QC، وQC لQD.
إلا أن مخرج هنا، مخرج القلاب راهو منفي، يسمى كو دي باغ تاعود موش حلاقي كما كو دي باغ، هي تولي متخيئة، لذلك سميناه بعداد جونسون. إذن انتبه عزيزي التلميذ لهذا الشكل. انطلاقا من هذا الشكل كان عليك أنك تملأ الجدول. عدنا إذن ها هو الجدول عطانا، عندما عدم وجود الساعة، عدم وجود الساعة واش قلنا؟ القلاب ما به يحتفظ بالحالة، راهو صفر صفر. عند النبضة الأولى ماذا تلاحظ؟ كو أ راهي واحد. لماذا؟ لأن كو دي باغ، كو دي باغ هي ولات المدخل، كانت إزاحة. ثم في النبضة الثانية لاحظ أن كو دي باغ ما زالت واحد، لذلك سوف أجد واحد في كو أ، والواحد تاع الكو أ انزاح إلى ماذا؟ كو بي. بطبيعة الحال وش حيكون في التالتة؟ نعم دائما كو دي كانت صفر، وبالتالي سوف أجد واحد، والواحد تاع كو بي يروح للكو سي، والواحد تاع الكو أ يروح للكو بي، وهذا الواحد تاع الكو أ ما هو إلا كو دي باغ. نفس الشيء هنا ماذا حدث؟ أصبح كل السجل واحد واحد واحد، يحدث تغيير ألا وهو الآن كو دي باغ وش بها؟ راهي صفر، سوف نجد صفر في الكو أ، ثم يزاح الصفر، ودائما مدخل كو أ كان كو دي باغ معناتها صفر آخر، وهكذا ثلاث أصفار، والآن الأخيرة يرجع عندي السجل إلى صفر صفر وهو المطلوب. نمر الآن إلى نشاط ثلاثة. أعطالك مخطط وظيفي لدارة تحكم في محرك، محرك خطوة خطوة، حتى وإن لم تدرسه احنا دراستنا للدارة المندمجة 74-198 اللي هي في الفصل الأول. إذا قال لك مستعينا بجدول تشغيل السجل الشامل، ما هي الحالة المنطقية للمدخلي التحكم S0 وS1 للحصول على إزاحة نحو اليمين؟ إذا نعطالك أنت يعطيلك وثيقة الصانع. سؤال الذي يليه أكمل التصميم المنطقي لسجل الإزاحة على اليمين الحلقي، وأخيرا أعد أو أكمل المخطط الزمني للتشغيل على وثيقة الإجابة وفق جدول التالي. أعطي رسم، أعد رسم السجل بالقلابات دي. إذن لا بأس أن نذكر بماذا؟ بالدارة المندمجة 198 74-198، هذه الدارة المندمجة، هذا ترابط المساري تاعها. هنا أقطاب الدارة يعني كل رجل شكون هي، وهنا جدول الحقيقة تاع الدارة. نمر إلى تفصيل أوسع لهذه الدارة. الآن كما درنا سجل إزاحة حلقي بالقلابات دي، نمر بدارة مندمجة اللي درستوها 74-198 اللي هي دارة مندمجة فيها ويبيت، يعني عندي سجل ويبيت وهو إنفرسال عالمي، حيث يتم فيه اختيار نمط التشغيل عن طريق S0 وS1. تعطى لك وثيقة الصانع، لا داعي للحفظ، وإنما فهم وثيقة الصانع يعطي الجدول الحقيقة ويعطي لك المعلومات الخاصة بالسجل. لا بأس من تذكير بهذا السجل. إذا قلنا هو عبارة عن ويبيت لديه S0 وS1 أنماط التشغيل، لديه مداخل إرغامية 2A-8، لديه سيريال رايت وسيريال ليفت معناتها إشارة إذا كان دخول تسلسلي يمين، إذا كان دخول يسار. عندي إشارة الساعة طبيعة الحال، وعندي المخارج QA أو QA QA حتى QA أو من QA إلى QH. إذا هنايا هذا السجل
نختار النمط تاعو. مثلا حنا سجل ازاحه يمين، اذا هنا الصفر واس واحد حسب التوفيقات، عندهم اربع توفيقات، صفر 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 واحد، واحد صفر، وواحد واحد. ازاحه يمين على حسب دفتر الشروط، ازاحه يسار على حسب جدول الحقيقه، عفوا ازاحه يسار او دخول تفرعي وحتى الاحتفال. اذا النمط كان ازاحه مداخل تفرعيه ليس لها معنى، اذا كان ازاحه يمين المداخل تفرعيه لا نعمل بها، ازاحه يسار لا نعمل بها، وانما نعمل بازاحه يمين. اذا كان ازاحه يسار نفس الشيء، لا احتاج الى الاشاره تاع اليمين ولا احتاج الى الدخول التفرعي. اذا كان النمط دخول تفرعي وبالتالي انت كتلميذ لا تهتم باشاره اس ار او اس ان، وانما تهتم بالآ والبي والسي. اذا كانت واحد تكتب في كيو ا واحد، اذا كانت بي تكتب في بي واحد، على حسب تمرين المعطى لك. الان اذا كانت ازاحه يمين، اول عنصر حتغير الحاله تاعو هو كيو ا، ازاحه يمين كيو ا. اذا كان عندي واحد في المدخل كيو ا حيكون فيها واحد. اذا كانت ازاحه يسار اول عنصر هو كيو اش، يعني حتكون من كيو اش، ويقدر يكون حلاقي. اذا سجل الازاحه 74198 عالمي، فيه كل انواع انماط الازاحه المدروسه. هذا باذن الله تم. الان عندنا هذه وثيقه الصانع مجتهده، يعني ماشي هذه اللي تعمل بها، الاولى اللي كانت هذيك هي اللي يعمل بها، هذه باجتهاد اساتذه ربما يخطئوا. إذن حذاري، لابد من اعتماد وثيقة الصانع من الصانع، ما انت تجبدوها تاع الصح بي دي اف من لوريجينال. هذه اجتهاد، هذا عبارة عن شرح لأي أستاذ للتلميذ. نمر إلى الإجابة على بقية الأسئلة. إذن طلب منك ما هو الحالة المنطقية لأس صفر وأس أ. لاحظ أن S0 و SA لكي يكون إزاحة يمين لابد أن يكون SA يساوي 1 و S0 يساوي 0. التصميم المنطقي لسجل الإزاحة، إذن هنا عطالك وقال لك أتمم. شوف هنا يا، هذا اللي عطاها لك في الورقة، وانت يا ورقة الإجابة هذا عطاه لك في المخطط الوظيفي. ما عليك إلا تعاود تربط ما هو مربوط. إذن لابد من مدخل الساعة، لابد من ربط S1 لواحد، S2 لصفر لكي يكون عندي نمط إزاحة يمين، الكلير كذلك ما ننساوش، وكذلك وين رانا نديرو إزاحة يمين، يعني مدخل إزاحة يمين. من أين مدخل إزاحة يمين؟ فيه البوابة أور، فيها X52 اي Q7، معنتها طبقت برك واش جاني. وهكذا أتممت التصميم المنطقي لسجل الإزاحة يمين حلاقي. لاحظ معي العبقرية هذه، هي لأنه إزاحة يمين وحنا عندي أربع مخارج، كيفاش نقسمو أربع مخارج مع الأربعة الأخرى؟ يعني عندي 8 في هذا السجل. لاحظ اننا ربطنا حنايا، ها هو الاولاني كيو ا مثلا كي صفر، ومن بعد كيروح لكيو واحد كيو اثنين وهكذا. اذا ازاحه الان هي بما انني كي نوصل لكيو اربعه سوف تزاح الكيو خمسه. اذا واش ندير انايا؟ كيو اربعه تروح لكيو خمسه، كيو خمسه كيو سته، وكيو سته الى كيو سبعه. الا انني انايا عندي اربعه، واش درنا؟ كيو اربعه تعود مع كيو صفر، تعود هي الاولى، يتربطوا في واحد. وهكذا جزئنا السجل تاعنا الى نصفين، ربعة مع ربعة، وكذلك كيو خمسة حتكون مع كيو واحد، وهكذا نفس الازاحة اللي كانت حتكون من الجهة الثانية، يعني متوافقان، وبالتالي يصبح عندي اربعة، كأنني سجل ازاحة اربعة. نواصل المخطط الزمني. اذا عندي المخطط الزمني، لاحظ ان عندنا كانت عندي الغاز X50
x 50 دونك كاين x 50 تكون a1 تكون في واحد ونفيها باغ معناتها غير مفعله كي تكون واحد عفوا كي تكون واحد ندير الباغ معناتها تولي صفر وبالتالي الكلير تكون مفعل اذا مهما يكون مدخل ادغامي عندما يكون المدخل الادغامي مفعل لا انظر الى اشاره الساعه وبالتالي كل قلابات حتكون صفر كل قلابات صفر لماذا لان المدخل الادغامي راح المدخل الادغامي لاحظ معي ان المدخل الادغامي فقد رجع صفر صفر معكوس معناتها واحد اذا اصبح المسح او الكلير اصبح انيبي دونك اناكتيف غير ناشط هل السجل يعمل لا يعمل لان لا وجود لاشاره الساعه كي ما تكونش اشاره الساعه واش نديرو الاحتفاظ وبالتالي احتفظنا بصفر صفر صفر فهذه النبضه عندي نبضه السجل يعمل ازاحه ولكن ازاحه ماذا ماذا عندي في المدخل ازاحه الاشاره x 52 هي اللي كانت في سيريال رايت في المدخل ازاحه يمين وبالتالي راح يكون عندي هنايا واحد في الكيو ا باك واش به الكيو ا ازاحه الكيو بي صفر تاع الكيو بي يروح للكيو سي والكيو سي يروح للكيو دي في النبضه الثانيه ماذا يحدث بما انه حلاقي معناتها واش عندي هنا صفر وبالتالي صفر يجي لهنا لان كيو دي يروح للكيو ا نفس الشيء كيو ا تروح للكيو بي و كيو بي تروح للكيو سي و كيو سي تروح للكيو دي نلاحظ نفس الشيء الازاحه وهكذا لاحظ ان الملء المخطط هنا كان عموديا لماذا عموديا كل خطره ندير عموديا لم ارسمه افقيا مثل العدادات خطا خطا بعض التلاميذ يقولوا لي استاذ انا عارفين بلي ما كاش اذا هذا هو واش يكون الرسم لا حذاري ربما تكون نبضه هنايا ربما تكون نبضه هنا ربما يكون تحميل اخر اذا عليك ما لازمش تحفظ انت كتلميذ لابد من ملء السجل عموديا لانه متزامن نبضه واحده لاشاره الساعه تتم ازاحه كل القلابات كل القلابات تتم فيها الازاحه اذا حذاري الان النبضه الرابعه النبضه الخامسه صفر صفر وواحد لاحظ ان هنا عندي نبضة تاع الاكس 50 وهذا ما كنت اقوله اشير اليه اذا بما ان هنايا عندي نبضة الاكس 50 اللي هي الارجاع الى الصفر وبالتالي حيكون صفر وهنايا ولو انني عندي نبضة للساعة الا ان الكلير مدخل ارغامي وبالتالي السجل يقعد صفر هذا المخطط الزمني ازاحة يمين حلقي طلبوا مني إعادة رسم بالسجل الذي رسمناه بالدار المندمجة ولكن الآن بالقلابات إذن عندي ها هم القلابات دي بما أن عندي أربع مخارج إذن أحتاج إلى أربع قلابات دي لاحظ أن كان لابد لي من X52 الإشارة X52 مع البوابة أوغ أحتاجها دائما السجلات ربط إشارة الساعة ملاحظة هنا بارك الله في الأستاذ اللي نبهني لا يعني أن السجلات دائما تكون بالجبهة الصاعدة ربما تكون بالجبهة النازلة نفس الشيء بالنسبة للعدادات العدادات اللي احنا نستعملوهم نستعملو بزاف الجبهة النازلة ولكن هل معناتها كاين غير الجبهة النازلة؟ لا يوجد عدادات بالجبهة أو نازلة هذا فقط مدخل حبيت نشرح وننوه اليه لان في الدرس تاع العدادات اعطيت فقط الجبهه النازله حنا فقط نديرو الجبهه النازله لا يعني ان كاين غير الجبهه النازله نفس الشيء السجلات درناهم بالجبهه الصاعده لا يعني انهم كل السجلات بالجبهه الصاعده نعود الى الدرس او النشاط حل النشاط نتمم السجل بالقلابات دي قمنا بربط اشاره الساعه نواصل
عندي إزاحة يمين، إذن ها هو المدخل إزاحة يمين، وحلقي إذن كودي يعود إلى دي أ، معناتها لازم ندير بوابة لأن كودي اللي هو مدخل دي أ. هذا يسمى سجل إزاحة يمين حلقي بالقلابات دي. بهذا نأتي إلى نهاية الحصة تاعنا. أشكر جميع الأساتذة اللي قدموا لي بالنصائح، وأشكر وأخص بالشكر كثيرا الأستاذة كراش، بارك الله فيها. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.